يعني يعني احنا عايزين يعني ما اعرفش اذا كان عدد الماتشات الناقصه يعني نفسنا نوصل في يوم من الايام ان شاء الله النادي الاهلي وقادر يعملها انه ال 100 نقطه. يعني هو طبعا هو عدد الانديه في البريمير ليج اكبر شويه. هو المفروض ان هو يوصل, المفروض ان هو يلعب النادي الاهلي لغايه اخر مبارياته بنفس القوه والحماس. وانا بعتقد كمان ان كل ما الفرق بيتسع كل ما اداء لعيبه النادي الاهلي هيبقى اكثر هدوءا, وهيبتدي كمان ممكن بعض الناشئين ياخدوا ده فرص. ده اللي كنت لسه هسأله, مهمه جدا. ده كنت لسه انت لما فرصه كبيره جدا, فرصه ان انت تبتدي تدفع ببعض اللاعبين اللي هم الوجوه المبشره في القطاعات الاصغر في ان هم يبتدوا يدخلوا وياخدوا مكانهم. ده حقيقي, لان دول يعتبروا الاحتياطي الاستراتيجي بتاعك في المستقبل القريب. ويبقى عندك يعني, وعندك فرصه انك تديهم بعض الماتشات, ويكون حتى لو خسرت ماتش او اتنين خلاص الدوري اوريدي كان اتحسم. ويبقى كمان اللي دايما جماهير النادي الاهلي بتحلم بيه كمان على مر سنين فاتت, لا طلع ثلاث اربع ناشئين لعبهم واديهم الثقه. ده ممكن في ممكن نشوف الجاية. الفتره اللي جايه وفي لعيبه كويسه يعني في لعيبه كويسه, بس اللعيبه دي لازم تاخد دايما اللعيب. ويمكن كنا بنتكلم او بعض الناس بتتكلم, طب ما هو ليه ما بيزقش اتنين تلاتة لعيبه دلوقتي؟ مش في التوقيت اللي مشي ده يعني, هو ممكن في اللي جاي, ممكن المرحله اللي جايه خلاص انت بقى موقفك مطمئن, فممكن جدا هيبتدي الدفع بيهم في المرحله اللي جايه. لان انت محتاج برضو ان انت تريح اللعيبه الكبار اللي هم احنا بنقول عليهم مجاهدين ومراهقين, فلازم تديهم فتره الراحه اللي هي تخليهم يستعيدوا الذاكرة والتنشيط الذهني والكلام ده كله. وكمان ان الناشئ اللي نازل محتاج يكون اللعيب الكبير اللي جنبه فايق بالظبط, محتاج بالزبط. وهو يعني هو طبيعي جدا ان هو هيبقى مجهوده اكبر, لكن كمان عشان ما يتحكمش عليه خطا كمان يعني ممكن يعني انت ما ترميش الناشئ ده في البحر يعني. صحيح, فهو برضو ليها توقيت معين اعتقد بالزبط. الاداره الفنيه عندها رؤيه لكده. ويمكن وانا نفسي برضو بدليل كان في ثلاث لعيبه في السكور شيت نفسي برضو اللي فات, انه ويمكن ده انا كتبته انه اداره التخطيط في النادي الاهلي برئاسه كابتن محسن صالح وطبعا في وجود نجوم كره الكبار كابتن زكريا وجود كابتن زكريا طبعا وكابتن على رسوم الكابتن محمود على رسوم الكابتن محمود. فدي كل دي لجنه المفروض ان هي بتحط السياسه العامه لكره القدم ومساله التنسيق بين القطاعات المختلفه. يعني انت عندك كذا اداره لكره القدم مع اختلاف المستويات السنيه. اداره التخطيط او لجنه الكوره دي تعتبر لجنه الكوره هي المسؤوله عن عمل التخطيط ده او التنسيق بينهم. يعني ده ليه؟ عشان يبقى انت ماشي بخطه للحفاظ اولا على درع الدوري, دي هدف اساسي, تدعيم الفريق سواء من الناشئين او من الخارج وفق خطه معينه محطوطه بدقه. يعني اعتقد الكلام ده ان شاء الله يمكن هو فتره كورونا اعتقد اتعمل اجتماع برضو مؤخرا في اجتماعات مستمره مع لجنه التخطيط مع الاداره الفنيه مع كابتن محمود الخطيب. وخلينا نتكلم ان شاء الله باذن الله اللي حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا, ان يكون في بلان كمان يبقى قبل ما نبدا السيزون اللي جاي ان شاء الله يبقى عندنا بلان. والكلام ده في الكلام ده اتكلمت فيه يمكن امبارح انك خلاص بالنسبه للاكاديميات وقطاع الناشئين يبقى عندك هدف واضح, والهدف ده لازم يتحقق انك في خلال ان شاء الله 21-22 لازم يطلع من الجهاز ثلاث لعيبه على سبيل المثال. هو ده البلان اللي المفروض يتعمل.